السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: ميثاق حقوق الأحراطين يخلد ذكرى تأسيسه الثالثة، ويقول إن السلطات لم تلبي المطالب التي تقدم بها. الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية تختم ورشات تكوين في مجال الخياطة، وتؤكد سعيها إلى محاربة الفقر والأمية. أحياء بمدينة كيفا عاصمة ولاية الأعصاب تشكو العطش، والسكان يدعون السلطات الموريتانية إلى التدخل لإنهاء أزمتهم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرج ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأحراطين في مسيرة بنواكشوط إحياء لذكرى تأسيسه الثالثة. وقال منسق الميثاق محمد فارو الهندية إن الميثاق يسعى إلى الكشف عما سماه الاضطهاد والظلم، ويتقدم بخطوط عريضة لبرنامج عمل ينهي معاناة المضطهدين، كما يوجه نداء إلى السلطات بتغيير هذا الواقع وضمان التقدم الاجتماعي للأحراطين. إن ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأحراطين يكشف في آن واحد عن الاضطهاد والظلم والإقصاء الذي يعاني منه الأحراطين، ويحدد الخطوط العريضة لبرنامج عمل من أجل رفع هذه المعاناة، ويوجه نداء إلى السلطات وإلى كافة الفاعلين الوطنيين من أجل العمل على تغيير هذه الوضعية. والنداء موجه في المقام الأول إلى الأحراطين، ثم إلى كافة الموريتانيين المحبين للعدل والحريصين على مستقبل بلدهم، لأنه من دون نضالهم وتضامنهم وتضحياتهم لن يحصل تحرر فعلي ولا تقدم اجتماعي حقيقي في ظل تقييم مقدرات وطاقات ما يزيد على نصف المجتمع. منذ إعلان الميثاق 29 ابريل 2013 تم إنشاء هيئة لمتابعة قضايا الميثاق الذي كان له صدى واسعا، وتولدت عنه آمالا لدى الشرائح الفقيرة والمضطهدة من الشعب الموريتاني وفي مقدمتها الأحراطين. وقال والهندية إن إعداد النصوص القانونية لا يعتبر تقدما في المجال الحقوقي، وإنما التقدم يتم من خلال ترجمة النصوص على أرض الواقع، وهو ما قال إنه لم يتم، مضيفا أن مطالب ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأحراطين لم تلب بعد. نلفت انتباه السلطات إلى أن إعداد النصوص القانونية لا يكفي، بل إن ترجمتها إلى الواقع هي التي تعتبر تقدما حقيقيا، ومن البديهي أن ذلك لن يحصل بعد، وأن المطالب المعقولة والمشروعة التي تقدمها الميثاق لم تلبى حتى الآن. إن المسيرة التي نظمنا اليوم أصبحت تقليدا وطنيا يسعى إلى أن يعم العمل به في البلد كله، وأن يتواصل حتى تتحقق أهداف الميثاق. إنها مسيرة من أجل العدل، مسيرة من أجل المساواة، مسيرة من أجل الكرامة، لأنه فقط بالعدل والمساواة والكرامة سنبني موريتانيا موحدة عادلة ومتصالحة مع نفسها، كما هو وارد في ميثاق 29 ابريل 2013. أيها الإخوة والأخوات، إن معاناتنا دامت قرونا، ونعرف أن نضالنا لن يكون سهلا، وأن طريقنا لن يكون مفروشا بالورود، وأن المثابرة وحدها ستمكننا من بلوغ أهدافنا المشروعة. اختتمت بالعاصمة نواكشوط أعمال ندوة دولية حول الجرائم الاقتصادية والمالية في القانون الموريتاني، منظمة بالتعاون بين المحكمة العليا والاتحاد الأوروبي. وقد ناقشت الندوة على مدى يومين عددا من الإشكالات تتعلق بضبط الجرائم ومتابعتها، من خلال عروض ومداخلات لعدد من القضاة والمحامين والخبراء في المجال القانون من موريتانيا وخارجها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. ناقشت ندوة نظمتها المحكمة العليا بالاشتراك مع مشروع دولة القانون التابع للتعاون الأوروبي
إشكالات الجريمة الاقتصادية والمالية في القانون الموريتاني، التكييف القانوني والممارسة القضائية. واستعرض خبراء في القانون الجرائم الاقتصادية والمالية من خلال العديد من المحاور كالجانب التجاري، سواء فيما يتعلق بالبنوك أو التجارة الإلكترونية أو تلك المرتبطة بالملكية الصناعية، فيما تطرقت محاور أخرى لجرائم غسيل الأموال والجرائم ذات الطابع الجبائي والجمركي، وقدمت عروض تطرقت للرؤى الفقهية والقانونية التي تحكم رؤية التعامل مع هذه القضايا ذات التأثير الكبير في حياة العامة للناس، حيث اتسع نطاق الجريمة بشكل غير مسبوق، مما يتطلب التكيف بصورة أفضل مع هذه التحديات من طرف المحاكم والمؤسسة القضائية. بخصوص النقطة الأولى وهي مسألة التكييف القانوني، والتي كانت تهدف إلى إجراء تمحيص لنصوص القانونية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية، أحسب أن المداخلات والنقاشات كشفت عن العيوب التي تعتري بعض النصوص، كما بينت النواقص القائمة التي تحتاج من المشرع التدخل. وتطرق النقاش لإشكالات عديدة تتعلق بنشأة القوانين في هذا الجانب، حيث إن بعضها إنما تمت صياغته استجابة للتحديات ومتطلبات دولية أكثر من كونها قوانين نابعة من التجارب الذاتية والمحلية. وهذا يطرح إشكالات فعلية، ذلك أن النصوص ستكون مشبعة بقضايا وتجارب لم يعرفها واقع العديد من المجتمعات في التجارب الوطنية، وهذا الإشكال تعرفه بلدان عديدة، خصوصا فيما يتعلق بقانون غسيل الأموال الذي تمت صياغته تحت الطلب والضغط في إطار الحرب على الإرهاب. توصية بأن ينص على ترخيص مسبق من النيابة العامة يسمح للبنوك بالإدراء بمعلومات عن حسابات زملائها، ثانيا ضرورة تنظيم عمليات الاحتكار المصرفي دون تجريمها، ثالثا تحلية أو تجرية اللبس الحاصل حول علاقة الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية في قضايا مثل الربا، رابعا التركيز مستقبلا على عيوب النصوص ونواقصها بدلا من سردها هكذا. وتطرق النقاش لجملة من توصيات تضمنت التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات عند بيعها، والتركيز مستقبلا على عيوب النصوص ونواقصها تحضيرا لإصلاحها وتكييفها مع الواقع، إضافة لتنظيم عمليات الاحتكار المصرفي دون تجريمها، وتجلية مواقف الشريعة الإسلامية في العديد من القضايا المالية والتجارية المعاصرة. إلى شأن منفصل، حيث اختتمت الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية ورشات تكوين مهني كانت قد نظمتها لصالح عدد من النساء من منتسبات الجمعية في مجال الخياطة، وأعلنت الجمعية عن تخريج الدفعة الرابعة في هذا المجال، مؤكدة على الاستمرار في برنامجها الذي قالت إنه يهدف إلى محاربة الفقر والأمية. ونحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته نحتفل بتخريج الدفعة الرابعة، وهي عبارة عن 30 سيدة حصلنا على تكوين مكثف في مجال الخياطة، وذلك بمعدل 10 نساء تخرجنا من كل فرع، وهذه الفروع هي فرع ملاح وفرع دار الناعم وفرع الرياض. ونذكر حضورنا الكريم أن كل فرع من هذه الفروع يحتوي على أقسام لمحو الأمية ومحاضرة ومراكز للتوظيف. ضيوفنا الكرام، باسمكم وباسم الجمعية أقدم شكري العميق لخريجات هذه الدفعة على انضباطهن وما تحلين به من الالتزام والمثابرة والصبر طيلة هذه الفترة التكوينية، راجية أن يكون هذا التكوين قد زاد في قدراتهن وتطويرهن، ويكون إضافة نوعية يعين على الرفع من المستوى الإنتاجي والاقتصادي. حضورنا الكريم، لم يكن هذا النشاط ليكون لولا فضل الله تعالى ثم جهود الخيرين. يشكل العطش هذه الأيام أحد أبرز المشاكل التي تواجه سكان الداخل الموريتاني، وفي مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة يشكو سكان بعض أحياء المدينة ندرة المياه، حيث أصبحت العربات الوسيلة الوحيدة للحصول على المياه من الآبار في بعض الأحياء. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. مدينة كيفا ثاني أكبر مدينة في موريتانيا ومن أكثر مدنها كثافة سكانية، تعيش أزمة عطش توصف بالحد على حد تعبير سكانها في مستهل فصل الصيف، تصل درجة الحرارة فيه حدود 45 درجة. شبكة المياه التي تعتمد عليها المدينة بشكل شبه كامل لا توصل المياه إلا لأحياء محدودة من مدينة باتت شاسعة
ومترامية الأطراف. الوزير مشي الفترة الماضية تعهد له مشي استرنا ومشى ما عدلها. بالوقت اللي الشركه هون عندها استرنا واحده لها زي زياده لعشر سنوات وتصلح نهار وتخسر اسبوع. وبالتالي ما عندها وسائل بعض تخفف من الازمه. الاحياء هنا بعض منهم يجيه الماء في الشتاء وكل ما بدا الصيف يبدا يتراجع عنهم. في بعض الاحياء يقطع نهائيا وفي بعض الاحياء اللي منهم اصلا شبكه فيه في مكان منخفض تم جابره شوي. بصفه عامه اللي قالوا ازمه العطش ازمه حاده وخانقة. المحاولات لإصلاح الشبكة لم تعطي أي نتائج إيجابية، كما أن التعهدات بإصلاحها لم تجسد حتى الآن. الكثير من الساكنة بات مضطرا إلى اللجوء إلى العربات التقليدية وحفر آبار منزلية. الربيع يقطع عنهم الماء ما هو خالق قاع نهائيا، يخلق لا فتراوفت يجي لا عقبة ليل ويجي منه شوي ومرة قاع يقطع نهائيا ما هو خالق. اللي أنا مش لودوا الماء ما أنا شبروا قاع. قلت لك نقصوا هذا الحمير. ونجونا الحمار يمشي مولي هو تعمل فترة يقولنا حان الربينة تحصي تم قام كيلو في البادي ونجره في البريق لك ناحية قام حد يفوت لي الوقت وما يجب أرجع عني. ويرى سكان كيف أن منتخبيهم لم يستطيعوا نقل أزمة عطش المدينة إلى مركز صنع القرار، كما يرون أن السلطات الإدارية في المدينة عاجزة أمام إيجاد حل لمشكل يتفاقم في فصل كل صيف. بالرغم من مرور 100 سنة على تأسيس مدينة كيفا، ما زال سكانها يعولون على هذه الآبار التقليدية للحصول على المياه. محمد ناجي، لقناة المرابطون من مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أفادت إحصائيات صادرة عن جمعية عنوان العامل أفادت أن نسبة انتشار الفقر في صفوف المقدسيين وصلت 80%. وحسب ذات الإحصائيات فإن 4 من بين كل 5 مقدسيين يعيشون بمعدل يومي يتراوح بين 2 إلى 10 سنت. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. كشفت إحصائيات حديثة أن نسبة الفقر بين المقدسيين وصلت 80%، أي أن 4 من بين 5 مقدسيين يعيشون بمعدل أجر يومي أقل من 2.10 دولار، وأن 85% من الأطفال المقدسيين يعيشون في خطر بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ووفقا لما أعلنته جمعية عنوان العامل خلال مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة افتتاح مكتب لها في القدس المحتلة للدفاع عن حقوق العمال المقدسيين، فإن نسبة الفقر بين العامين 2013-2014 ارتفعت من 75% إلى 80%. وبيّنت الجمعية في مؤتمرها الذي عقد مساء أمس الأربعاء أن نسبة المشاركة في قوة العمل بين المقدسيين بين الرجال 67% والنساء 14%. وأشار رجاء زعاتر مدير مشروع العاملين الفلسطينيين في الجمعية إلى أن معظم العاملين المقدسيين يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى، وفي المقابل تتآكل القوة الشرائية وتتفاقم أزمة السكن بسبب سياسة فصل القدس عن الضفة الغربية، مبينا زيادة نسبة الاعتداءات العنصرية على المواطنين والعاملين يوما بعد يوم، وقيام عشرات الشبان اليهود بتنفيذ اعتداءات عنصرية على الشبان المقدسيين خاصة خلال الأشهر الستة الماضية، وكذلك التحريض العنصري على العاملين الفلسطينيين بحيث أصبح العامل لا يعيش في وضع آمن. وأشار زعاترا إلى سياسة إغلاق الأحياء الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال ما يعيق حركة السكان ومن ضمنهم العمال والعاملات، مبينا أن سياسة مؤسسة التأمين الوطني التابعة لحكومة الاحتلال تستند على التمييز بين العرب واليهود، فهناك مكاتب منفصلة على أساس قومي وخدمات متدنية وفرص عمل وهمية وتلكؤ وعقبات ورفض شكاوى ورفض استئنافات بنسبة 100%. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. ميثاق حقوق الحراتين يخلد ذكرى تأسيسه الثالثة ويقول إن السلطات لم تلبي المطالب التي تقدم بها. الجمعية النسوية لمكافحة الفقر والأمية تختم ورشات تكوين في مجال الخياطة وتؤكد سعيها إلى محاربة الفقر والأمية.
أحياء بمدينة كيف عاصمة ولاية الأعصاب تشكو العطش، والسكان يدعون السلطات الموريتانية إلى التدخل لإنهاء أزمته. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.